احنا جروب واد الليل خدمنا المشروع نتاعنا عيش صحيح في المنطقه نتاع واد الليل بالاساس في المنتزه. الموضوع كيفاش حددناه وكيفاش اخترنا معناتها الخدمه وكيفاش بدينا باش نبدو في البروجي في الفورماسيون مع ليزونتيتي اللي هما بريتش كونسل وجاسمين، حبينا نحدوا شنو اكبر المشاكل تعاني منهم المنطقه نتاعهم بالاساس اللي هي واد الليل. خرجنا بالفكره اللي هي النظافه اللي هي عندهم فيها مشكله كبيره، وعندهم المشكله الثانيه كيف اللي هي البيئه، معناتها خاطر عندهم منتزه كبير بالكدا مش مهيئ، ناقص تهيئه. الهدف نتاع المشروع نتاعنا الترسيخ الثقافه البيئيه عند المتساكنين غاديكا. اول ما خدمنا معناتها الاكتيفيتي الاولانيه نتاعنا بدينا بحمله نتاع نظافه مع اكتيفيتي اخرى اللي هي الجرافيتي. الحمله نتاع النظافه خدمناها كلها في المنتزه نتاع واد الليل بشراكه مع البلديه نتاع واد الليل. الموضوع نتاع الجرافيتي بالاساس يحكي على البيئه، يتقسم جزئين، جزء موجه للصغار اللي هو خاطر الرسم فيها طفل صغير وفيها وراه معناتها غابه، الغابه رمزنا بها الرمزيه نتاعها للبيئه والنظافه، والطفل الصغير خاطر نحن حاجتنا باش نرسخوا الثقافه نتاع النظافه والبيئه باش نحبوا نرسخوها في الصغار خاطر والكبار مع بعضهم، اما نحن البيت نتاعنا موجه اكثر للصغار. الاكتيفيتي الثالثه اللي هي الفورماسيون دو ديفلوبمون بيرسونيل خدمتها في دار الشباب واد الليل، دخلنا كيف حاولنا باش نجبدوا الكوتي نتاع النظافه في الليسيات نتاعهم وطريقه التصرف حتى البر. الديورابيليتي نتاع البروجي نتاعنا باش ينظفوا البروجي معناتها ينظفوا المنطقه نتاع المنتزه كلها بالكدا، يقصوا الحشيش يزبروا الجارين يعملوا حمله نظافه كل شهر، كل عندهم نهار في الشهر معناتها كل شهر لازم يصير هكاك. هذا اللي تعهدت لنا به البلدين.